انضم لنا الكابتن احمد فوزي اللي بنرحب بيه. 7 اهداف يا كابتن احمد، عايزين تقييم حراس المرمى مصطفى شوبير محمد ابو جبل. 7 اهداف في مباراه كتير، اكيد مباراه حافله بالاهداف والاخطاء الدفاعيه من الجانبين. اعتقد زي ما انا قلت قبل المباراه ان ابو جبل مش في احسن حالاته وان هو متوتر، وقلت برضو ان الخط الدفاعي اللي قدام مصطفى شوبير هيكون مؤثر عليه بالسلب. الكلام ده قلته قبل الهوا، واعتقد ده ظهر جليا في الاهداف اللي دخلت فينا وفي الحاجات الكتير سواء مصطفى شالها او ابو جبل. لو جينا استعرضنا الحالات هنقول من اول يمكن اول هدف، الهدف الاولاني ده دليل ان ابو جبل متوتر جدا جدا، وهوريكم لعبه ثانيه بعديها على طول. ولكن ده اي حارس ناشئ كل اللي هيعمله انه هيستلم الكره بصدره وياخدها ويأمن الكره، انما طبعا لان هو خايف بمعنى كلمه خايف والتوتر عنده عالي وعايز يثبت ان هو كان يستحق انه يكون متواجد، فهو بره الجيم اصلا واحنا اللي دخلناه في الجيم في الشوط الثاني. يعني الشوط الاولاني كله ابو جبل يمكن من اسوء، يعني مش عايز من اسوء مبارياته، ولكن اي حد طبيعي هيستلم الكره دي في صدره ويقدر يتعامل معاها. حتى لما جسمه بيروح في حته الكره بتروح في عكس اتجاهه خالص وتوصل لموديست اللي بيحطها بكل سهوله. الهدف ده يتحمل مسؤوليته بنسبه 100% ابو جبل. طبعا الكره اللي بعديها هوريك ازاي ان هو كان متوتر ومش مركز. الكره دي بص باص سهل جدا، هو يرجع يباصيه لجزار، جزار وهو بيرجع له الباص هتيجي في رجل رضا سليم. طبيعي ان الكره جت في رجل رضا سليم يبقى جايه من المنافس، ممكن يمسكها بكل سهوله وكل اداء، انما هو خايف ومتوتر راح عامل ايه؟ راح شايل الكره مره واحده وطلع بره. ده دليل برده انه مش مركز وانه اوت اوف جيم تماما تماما تماما. ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا اللي دخلناه في الجيم. يمكن الهدف بتاعنا الاولاني، وقبل ما اعلق عليه ثواني بس ثواني، المساحات كبيره وكل حاجه، بس انا قلت ان لازم يكون في تفاهم هنا. كان لازم رامي ربيعه اصلا يزق على خط عمر كمال قبل ما الكره تتقطع اصلا، كان لازم رامي ربيعه يطلع قدام شويه عشان ما يسيبش المساحه دي. يعني هو ابتدى يعدل من نفسه، الكره لما تطلع هما الاثنين واقفين المساحه بينهم كبيره جدا. الراجل قلش راحت لياو النور اللي عملها بالعرض، طبعا مصطفى لا يسال تماما عن الهدف، والهدف ده زي ما قلنا هو هدف دفاعي بحت لا يسال عنه خالص مصطفى شوبير. يمكن في الدقيقه 12 و44 ثانيه تكمله قبل ما يشوط، تكمله لاهتزاز ابو جبل، كره سهله جدا ممكن يتحرك لها خطوتين ويمسكها، ولكنه آثر ان هو يترمي. ولو كان كريم مكمل من بدري، اعتقد رضا سليم ولا كريم أفشة لو كان أفشة مكمل من بدري كان ممكن يحطها بكل سهوله. بس برضو ارجع اقول لك ابو جبل اوت اوف كونسنتريشن خالص خالص خالص، وباين عليه وباين على وشه حتى في ملامح وشه. اعتقد كنا ممكن نستغل ده بان احنا نكتر من التسديدات عليه في الشوط الاولاني، ولكن احنا يعني وصلنا الموضوع لكده. الهدف الثاني دي مثلا برضو عشان اوريكم ان ابو جبل مش مركز، خروج خاطئ كان ممكن يكلفهم الجون الثالث لولا وجود عبد الغني، برضو خارج هو مش عارف هو رايح فين. وانا قلت قبل الهوا ان ابو جبل على طول موطي لتحت فبياخد وقت كبير، عنده سرعه الاداء في التحرك مش كبيره، واعتقد ده كان من الحاجات الواضحه. الهدف ده يحسب لمصطفى شوبير، الارسال الخلفي بقالنا كتير ما فيش حد عندنا بيعمل القصه دي، قدر يعمله كويس جدا جدا، راحت لرضا سليم. هرجع اقول الخطا هنا من ابو جبل انه بعد ما لمس عبد الغني كان لازم يطلع، هنا الارسال هايل من مصطفى وتحسب له، وتعتبر من الحاجات المهمه جدا الارسال اللي بالرجل بالنسبه للحراس، ودي حاجه هيعملها برده في الجون الثالث. ولكن انا هنا عايز اقول ابو جبل لو هو في حالته الطبيعيه هيطلع يكمل جري على رضا سليم تاني، اول ما يلمس بس لا قبليها ارجع معاه سنه شويه ماشي. هنا بعد ما عبد الغني هو وقف، عارف لو كان كمل جري كان ضيق السكه على رضا سليم خالص، وكان رضا يضطر يحطها في جسمه، انما هو وقف وقفته دي تدل على انه برده مش مركز. لو كان كمل جري كان قفل السكه خالص على رضا سليم، اداله مساحه ان هو يلم ويحط بدل ما يروح عليه ويقفل عليه الزاويه تماما. واعتقد ان احنا ما استفدناش برده لثالث مره بقولها من حالة أبو جبل العامة في الفترة اللي احنا فيها دي. أعتقد مفيش حاجة في الشوط الأولاني على كده. نيجي بقى لأول الشوط الثاني، تألق من مصطفى في كورتين ورا بعض، الكرة دي خلي بالك هتروح بانفراد الناحية الثانية، هيضيعها رضا سليم. يعني الكرة دي لو كانت كملت معانا كنا وصلناها، راحت لرضا سليم قفشة عملها له من نص الملعب، ولكن رضا ضيعها بعدها على طول. لا احنا كده جبنا أول جون ثاني، الهدف الأول احنا رجعنا ثاني. ده الكروس اللي هو ده اللي انا بقول عليه، دي
لما نزلت هو الطبيعي كان يلعبها بوكس، بس هي اتشالت لما لو كملت الكره دي للاخر هتروح بانفراد لرضا سليم، هيحطها في ايد ابو كبل بكل سهوله وكل رعونه. انما يعني اعتقد شوبير عمل اللي عليه، ويمكن هي دي لما تكمل معايا الاخر الكره من نتيجه الباص اللي عمل الانقاذ اللي عمله مصطفى راحت انفراد الناحيه الثانيه، ولكن التعامل بتاع رضا سليم مع الكره ما كانش كويس. نرجع للكروس اللي بعديه على طول، شالها من قدام دماغ اسامه فيصل، وده تعامل هايل، لان خلي بالك ولو كان اعتمد على السرد باكات كانت ممكن لا قدر الله تبقى هدف تاني. اعتقد برضو شوبير كان في فتره زي ما بيقولوا تالق. ارجع للكره دي، الكره دي هي اللي انا جايبها عشان اقارن بينها وبين هدف رضا سليم. هنا لما كريم فؤاد استلم ابو جبل هيطلع يكمل جري عليه ويقفل، ده المفروض لو كان عمله في الجون الثاني كان قدر يصدها بالظبط هي، انما الحمد لله ما عملهاش في الجون الثاني. انما هنا طبعا التحرك هايل وغلق الزوايا ممتاز عليه وتصرف هايل من ابو جبل. نيجي للهدف الثاني، هنا طبعا نظرا لان مصطفى مش شايف قوي فعمال يتحرك على الكوره مع كره يمين وشمال، طبعا ما فيش ضغط على المهاجم في حته زي دي، اتشاطط في الضيقه كان ما قدرش ينزل بسرعه ويعني يتحمل جزء من الهدف للامانه عشان نقول الحق، يتحمل جزء من الهدف ولكن الجزء الاكبر هنا في رامي ربيعه هو رايح فين مع الراجل، كان ممكن يطلع يهاجم وكان لازم مروان يطلع يهاجم الراجل اكتر من كده، انما برضو للامانه مصطفى شوبير يتحمل جزء من الهدف. بعد كده في الجون ده برضو انا عايز اجيبه من الاول، برضو مصطفى شوبير لعب ارسال هايل هايل لطاهر محمد طاهر، لعبها لقفشه، قفشه عملها لحسين، فبرضو الارسال الجون ده اوله برضو ارسال من مصطفى شوبير، كانت ضربه ركنيه مسي خد الكره وحطها مكانها ولعب هجمه مرتده، قدر طاهر يلعبها لقفشه وقفشه يعملها بالعرض ويحرز هدف. وهنا برضو الهدف يتحسب بنسبه بري اسيست، يعني يتحسب لمصطفى شوبير. نتكلم على الهدف الثالث، وده زي ما بقولت في الاول التفاهم ما بين خط الدفاع وما بين حارس المرمى. هنا مصطفى تصدى كويس جدا جدا، الكره نزلت لو رامي بدل ما يشيل بس حلق، لو رامي ارجع لي سنه صغيره معلش ارجع لي انا، رامي كان لابد ان هو ينزل لتحت ويحلق على كرة لحد ما مصطفى يقوم يمسك، مش ان هو يحط ايده مع مصطفى فالاثنين يخافوا بعد كده. كان بعيد يا ابو حميد، لا يا كابتن كان ممكن يروح، ما يقدرش، ما اعتقدش انه ممكن يحلق، ممكن يبقى حل من اثنين، واحد من الاثنين يكلم الثاني بالظبط، واحد من الاثنين يكلم الثاني مصطفى. لو اعتمد، خد بالك بص يا ابو حميد، لو اعتمد عليه اللاعب بتاع البنك الاهلي كان برضه قريب مش هيلحق، مصطفى كان واقع في الارض، لازم في الحته دي رامي بقى خلاص شوبير صد، لازم رامي يقول اسمه ويشيل هو عشان مصطفى لسه واقع في الارض، او مصطفى ينده اسمه ويتحرك هم، انما الاثنين مفيش تواصل، مفيش تواصل بينهم. بدايه التسديده، نعم بدايه التسديده كانش مصطفى يداه بالبوكس على مش شايف تاني، ارجع بقى هوريك حاجه. بص هنا في ساعه الشوتينج ايه اللي حصل، عمر كمال لسه رايح او مودست ده على ما اعتقد، هنا هو مش شايف، هنا هو مش شايف فاترمى على مسار الكوره بعد ما الكوره طلعت، فما يقدرش يعمل اكتر من كده، دي وجهه نظري. ممكن كان يوجهها لو كان شايف من بدري، عشان كده الكره حتى جت في قبضه ايده، الكره ما جتش في كله، لو جت في ايده كلها كانت راحت في حته بعيده خالص، انما هي جت في مسار في جسمه بس، فعشان كده نزلت قدامه. كان لازم رامي يتكلم يقول اسمه، ولازم مصطفى يتكلم يقول اسمه، حتى هنا الاثنين راحوا على الكوره، جت في رامي وراحت للراجل اللي حطها في المرمى، فاعتقد ده برضو عدم تواصل جيد ما بين الاثنين، وانا نبهت عليه قبل المباراه. اخر هدف والهدف الرابع، يعني اعتقد ان ده يعني زي ما فيش ضغط في نص الملعب خالص، الكره هنا كنت اتمنى حاجه واحده بس، ان هو يبقى عنده ثبات. هو الاول طلع برجل، هنشوف، حاول ياخد الكروس ما عرفش، راح راجع اتحرك خطوتين لورا، وسع الجون للراجل المهاجم، وفي نفس الوقت الخطوه دي اللي هو رجعها لورا دي خلته ايه، ما يقدرش يترمي، عشان كده ما يقدرش يا فوزي يروح ياخدها، ما يقدرش. لا هو طلع قدام خطوتين يا كابتن، طلع قدام خطوتين ورجع تاني، اللي رجعوا اعتقد هم دول، زي ما هم دول اللي بعدوا الكره عنه، هم اللي صعبوا الكره عنه، الخطوتين اللي طلعهم وحب يرجعهم
خلت الكره تبقى بعيده، دي رقم واحد. رقم اثنين رجله الشمال والراجل بيلعب بدماغه كانت في الهواء، عشان كده لما الراجل بس يا دوبك الكره جت في دماغه وما قدرش ياخد اي رد فعل واضطر انه يقع مكانه والكره تخش هدف. ولكن في المجمل العام انا برضو قلت لكم قبل المباراه ان مصطفى هيخطا ولسه قدامه خبرات كتير ولسه الكلام ده هيحصل، فاعتقد انه النهارده ماتش مهم جدا لمصطفى، وفي الاول وفي الاخر جود لك في اللي جاي وان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن احمد فوزي، ميرسي ربنا يكرمك. شكرا جزيلا.